سفيان البراق من المملكة المغربية، طالب باحث بسلك الدكتوراه تخصص الفلسفة بجامعة شعيب الدكالي. تمكنت ولله الحمد من خوض تجربة ملتقى قراء الإثرائي بعدما ترشحت بمراجعة نقدية في رواية الكاتبة المغربية عائشة البصري التي كنتها بعنوان كجثة في رواية بوليسية. خلال الملتقى طلب منا أن نكتب نصوص بمساعدة السادة الأساتذة الرواد، فكتبت نص بعنوان في مجيح الوباء، أحاول أن أبرز فيه الوجه المضيء لجائحة كورونا، إذ إن الجميع تقريبا توحدوا أو تقاطعوا على أنها تجربة سيئة لا أمل فيها، لكني حاولت أن أنحى منحا آخرا بمحاولة بلورة الوجه المشرق لهذه التجربة الإنسانية. تم انتقائي ولله الحمد والشكر من طرف 50,000 مشاركة، وخضت غمار الملتقى الإثرائي بمعية 29 مشارك من جميع الأقطار العربية. كانت تجربة الملتقى تجربة فريدة جدا وملهمة بكل ما تحمل الكلمة من معاني ودلالة، إذ تعرفنا فيها على زمرة من الكتاب والمفكرين المحترمين الذين تفضلوا بتقديم محاضرات قيمة جدا دون إغفال السادة أو الدور الذي لعبه السادة الرواد عندما تقاسموا معنا تجربتهم الكبيرة في الكتابة والتحرير، لأن هذه المسابقة تعنى بتحفيز القراءة دون أن تهمل التجربة الثانية التي تكون بعد القراءة وهي تجربة الكتابة. إذ كما قلت طلب منا كتابة نص، وعلى ضوء هذا النص تم تحكيم النصوص المقدمة، وتأهل 10 قراء من 7 دول عربية، وأنا جد محظوظ بوجودي في حفل أقرأ الختامي، وسأظل ممنونا لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي الذي أتاح لي هذه الفرصة التي شكلت لحظة مفصلية في حياتي. أنا الحجر من منطقة هوارة نواحي مدينة أكادير، وهي منطقة تقع بين مدينة أكادير وتارودانت. هناك نشأت وترعرعت إلى أن حصلت على شهادة البكالوريا سنة 2016، ثم انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لإتمام دراستي الجامعية في تخصص الفلسفة، لكون أن الجامعة الأقرب إلى منطقة جامعة بن زهر لا تتوفر على شعبة الفلسفة، لذلك كنت مضطرا، وكانت هذه التجربة تجربة فارقة في حياتي لكونها أتاحت لي فرصة الاشتباك مع الكتب والصبر في دواليبها والتسكع بين ردهاتها، فلولا ذلك الانتقال لما اكتشفت عالم القراءة.